بالنسبة لي أنا تونس الليل فيلم مهم جدا والدور كذلك مهم جدا بالنسبة لي. أنا في مسيرتي ما جاونيش برشا أفلام كبار، هذا يمكن من أهم الأدوار اللي معناها جاوني، جاء في وقته ويعبر على حيرة المثقف وحيرة إن كان صحافي ولا فنان ولا كاتب ولا حاجة هكا، الظروف اللي تعدت بها تونس والمجتمع اللخبطة اللي موجودة وغياب قلاخر المراجع والقيم، تساؤلات كبيرة يثيرها هذا الفيلم، وهذا اللي خليني نأمن اللي هو فيلم معناها جاد. شخصية أمين في فيلم تونس باي نايت هو ولد يوسف وأمل. يوسف أنيماتور راديو عنده الإميسيون تاعو تونس باي نايت ويوصل معناتها لآخر حلقة، وأمه أمل اللي هي مريضة كان عندها سرطان، وأخته عزيزة اللي هي تغني. أمين متدين معتدل اللي يصلي على روحه حاضر وكل شيء، هو النجم نقوله اللاكس متاع الفاميليا هذه، اللي هو اللي يحاول يلم الشتات متاع الفاميليا هذه، ممن اللي رغم الاختلافات اللي ما بيناتهم الكل ينجموا يعيشوا مع بعضهم وينجموا يحبوا بعضهم على خاطرهم يحبوا بعضهم، فما الحب هو اللي يجمع. معناتها سي سيمبوليك للسوسيتي نتاعنا. فوالا، اول ما اتصل بيا الياس بكار باش نصور الفيلم وقال لي شكون اللي موجودين معناتها في الكاستينغ، جيتي اونشونتي، معناتها فرحت برشا على خاطر انك تخدم مع رؤوف بن عمر ولا تخدم مع عمال الهذيلي ما تنجم كان تتعلم. ما نتذكر معناتها اول ما بدينا نقراو في السيناريو معناتها في قبل ما نبداو نصوروا، جيتي امبرسيوني بهم الزوز على خاطر بالنسبه لي انا رؤوف عملاق معناتها في التمثيل في تونس، اما الهذيلي شرتو بعد معناتها البعد نتاعها للسينما اللي فقدناها، والسينما التونسيه فقدتها برشا، توحشناها وجيتي فريمون غافي اني نخدم معاهم، كاني وليد صغير كنت معاهم معناتها بالحق كاني كنت ولدهم ونتبع ونشوف فيهم كيفاش يخدموا. سيتي اون اكسبيريونس تري انريشيسونت بالنسبه لي انا. اميره نعرفها من قبل، نعرفها صغير، نعرفها مازلت وقت في الليسي، جيتي غافي اني نخدم معاها وجيتي معناتها اغريبلمون سوربري بالخدمه نتاعها. سي اون في كي ا بوكو دو تالون، جو لو سويت دايور اون بون كارير ان توكا. السيناريو اللي قريته الشخصية اللي حسيت روحي اللي أنا وياها باش نعطيها وهي تعطيني مهمة، شخصية عميقة فيها ألوان تسمح لك باش تأدي الألوان الكل معناتها تاع الدور الجو معناتها تسمح لك باش تنقز من نوع لنوع. الحاجة زادة اللي خلتني نقبل هي المخرج إلياس، إنسان معناتها عنده مساحة كبيرة في مخه وفي تفكيره من الحرية، ما عندوش دي تابو، ترتاح معاه، تطور، ضيف، ما عندوش حتى مشكلة، التعامل معاه كان ياسر حلو. معناتها مخرج يبعث لك بعد التورناج دي اس ام اس بوغ تو رميرسي، معناتها باش يقول لك محلاه المشهد هذاك ولا راني ياسر تفرهدت وقت صورنا المشهد هذاك. ما تجمش يتعدى ينافيرسو ولا معناتها يعطيك اون بروبوزيسيون وتقول له لا. حلمي دريدي لو فيلينغ تعدى توت سويت تعدى، فما حاجه تعديت معاه، دوك خلى كل شيء يمشي بطبيعته. ممثل تبارك الله عليه، عنده بوتنسيال كبير، عنده قدرات كبيرة. بالنسبة للعزيزة، بالنسبة لأميرة، أميرة معناتها عندها قوة شخصية، عندها طريقة خاصة في الأداء نتاعها، دوك تعاملنا بطريقة ياسر بروفيسيونيل، تخي تخي سي في تخي كوريكت، تخي تخي كالم معناتها سوغ لو بلاتو، وهذا معناتها ما يخلي كان الواحد يقعد مع رؤوف. نفس الشيء، هو مش أول مرة أنا ورؤوف نتعاملوا مع بعض. رؤوف معناتها كي تقف معاه نقابله ولا تقف بحذاه يتعدى الكورون يباس، معناتها يظهر لي مع الممثلين الكل، ماهوش حكر على نوع من الممثلين. رؤوف ينجم يخدم مع الناس الكل براحه بأريحية، ينجم يأدي مع الناس. أنا بالنسبة لي أنا فما انعكاس على الواقع،
فما محاكاة للواقع، واقعنا اليوم تاع العائلة. تحب ولا تكره بدينا احنا في مرحلة متاع تفكك عائلي، بدينا كل واحد في بيته، كل واحد عنده حكايته، كل واحد عنده بورتابل، كل واحد عنده عالم، بديت تدخل الحاجة هذية. لكن النوت دوبتيميزم الامل في كما قدموا الفيلم، هي لو فيل كونديكتور اللي صار بين الاربع شخصيات اللي هما بين العائله، الام والبو واولادها، المحبه اللي تخلي الام تدخل الودني باش تجيب بنتها، بالنسبه ليا ما كان ممنوع، لكن تدخل باش خاطر تحب بنتها، خاطر خايف على بنتها، اللي يخلي الراجل يعمل اوماج لمرته في اخر حصه قدمها في فان كارير نتاعو، اللي يخلي امل يظهر انها تحب السيد هذايا وما زالت تحب وما زالت عندها هي وهي ذكريات، بالرغم التفرقه تقريبا الجسديه اللي يحكيوا عليها، كل واحد في بيته، كل واحد عامل معناتها عيشه على روحه. فهمت الكومبليسيتي اللي فما بين الولد وبين امه، اللي كل ما تعيط تلف تلقاها وحدها، وكل ما تجيها كفيس تلف تلقاها وحدها، امي ايش تحب، امي هنا هنا، معناتها المحبه هي اللي جمعتهم في نهايه المطاف، هي اللي وحدتهم. دونك هذيك النوت نتاع الامل، معناتها قد ما نحبوا بعضنا قدره ربي نتجوزوا برشا. الو بالنسبه للممثلين صارت اون دوز ايتاب، معناتها فما ليتاب وانه ما عملتش كاستينغ للرول تاع يوسف بن يونس كي تي انكارني بار رؤوف بن عمر. بالنسبه لي انا سي ان شوا، بعد ما خممت وحكيت مع بعض الممثلين سيتي كلير انه رؤوف. من بعد بور لو رول دو امال كيف كيف، مي جيتي با سور انه امال اللي غابت على السينما مده طويله باش تقبل سون رول، ولكن قبلت وحكينا اي لا سيتي تري تري كلير، خاطر انا كون جو ليكري كتبته فريمون لامال داير سميتو على اسمها. بعد قعدت اللوج على ايميل، ضاعت علي الكونتاكت نتاعها، دونك بديت نفقد في الامل حتى لين بعد حصلت عليها على اكسبتي لو رول، دونك بعد بيان سور جي بانسي ا بيرسون. Pour le reste, j'ai fait des castings, j'ai essayé de chercher. Hatalin Manata Amir Hachem s'est imposé, ou Hel Medridi, comme les acteurs parfaits pour ces deux rôles. Le Bekil Kul, j'ai fait des castings, ou Wachtart li Hassit Humant, Amunes Bin, le rôle de Mteha. J'ai dit Khalid Tunis Bainait, peut-être, mais Sharik JCC, ou Anou. إذا تختار في مهرجان آخر في بلاصة أخرى، ومهرجان معناتها كاتيجوري A اللي هو مهم معناتها للإشعاع السينما التونسية، إذا نحن تحتنا الفرصة جو بونس فما 19 فيلم تونسي، فهمتني، نجم يكونوا أفلام في جي سي سي، أفلام خارج جي سي سي، أفلام في مهرجانات أخرى في العالم، ونحن كلنا فانت كنت نخدموا في السينما التونسية. العائلة اللي موجودة في تونس الليل معناتها تتزامن، ولا خلينا نقولوا مرآت للعائلة التونسية في برشا حاجات. خلينا أول حاجة نقولوا اللي هي التركيبة متاعها، فهمتني، التضارب اللي موجود فيها، فهمتني، الاتجاهات الفكرية اللي موجودة فيها وحتى الروحانية، فهمتني، اللي موجودة فيها، التضارب اللي موجود ما بين زوز خوات معناتها الأخت والخو، فهمتني، ما بين الأم والبو، فهمتني، هذا يخلي معناتها يعطي الإثراء زاد للمشاهد، للسيناريو، للفيلم، ويعطي زاد يعكس وضع نوع من العائلة التونسية، لأنه يعني فما عدة أنواع من العائلة التونسية. السؤال الثاني، ما حبيتش نحكي على الثورة، عملت فيلم كامل على اللي صار وقت الثورة اسمه كلمة حمراء، عملت فيلم آخر على ما بعد الثورة وضياع المثقف أو المؤلف التونسي في اللي صار اللي هو أنفين. في تونس الليل حكيت على حاجة صارت اللي هي كان عندها انعكاس جذري على حياة عائلة، دونك وهذايا حبيت نوضح فيه كيفاش تصير معناتها العائلة التونسية كيفاش ممكن تتأثر من النمط أو من الضغط السياسي الموجود على المجتمع التونسي بطريقة مباشرة وفي حياتها.